طول ما الديزل معاك اعتبر نفسك في السيف سايد. كات! حد قالك تتكلم يا ديزل؟ انا اسف يا استاذ والله، يعني اندمجت في الدور. اندمجت ايه بس؟ يلا شغلك خلص، روح يا ديزل. الجوانت ده اديه لمين يا استاذ؟ بلغوا رمضان ان احنا جاهزين يا جماعه. ايه ده يا استاذ محمد رمضان يا جماعه؟ ليكوا حاجه تانية؟ استني، انت مرتبطه؟ بس يا بابا. بس يا بابا؟ ده انت معلمه وبتتكلمي وانا واقف. استاذ استاذ نسيتك، بس كنت عايز اخد صوره سيلفي مع حضرتك عشان احطها على الويل بيبر على التليفون. طب معلش بس ممكن لما اغير عشان ده لبس الشخصيه وما بحبش اتصور بيه. طب حضرتك ممكن نتصور بالنص الفوقاني ده بس؟ لا معلش هخلص واتصور معاك. ممكن نتصور تحت؟ عينيا. وعد. وعد. خلاص يا استاذ في رعايه الله. ايوه محمود رمضان. نتقابل في المكتب بعد كده. خلص الصوره واطلع المكتب على طول. والله بشوف لي اغنيه الملك عملت كام مشاهده لحد دلوقتي. طيب يلا. مش عارف انتوا مستحملين الحر ده ازاي يا شباب. يا كيمو ثقه في اللي انا جايح يا شباب. يا رب. خد يا اخويا امسك بريكك اهو، بس كله بره بقى عشان المخرج بيتضايق. كل يوم كشري؟ ده انا جاي للقولون منكم يا جدع. فين قبضي؟ امسك يا اخويا 1000 جنيه وهم حروا نار في جثتك. 1000 جنيه؟ وانا عرض حتى للخطر واخد 1000 جنيه وياخد ملايين ويتنطط على الناس بفلوسه وعربياته؟ ربنا يكرمك كده يا ديزل واشوفك زيه. يا عم انا مش عايز ابقى زيه يا عم، انا كده رضا الحمد لله. في الفريم؟ يلا شيل الكرسي ده. يلا يا استاذ احنا هنبقى بادئين من هنا يا استاذ. رول ساوند، رول كاميرا، اكشن. اوعي تصدق ان انا عملت كل ده علشان الفلوس. انا عملت كل ده علشان، انا عملت كل ده مكانك. وانا عمري ما استغنى عنك، وعارفه ان ماليش غيرك. حر ونار في جتتك. هل فين ده انا الملك؟ بص يا ديزل، دي صورتي مع الكينج. يا ابن اللعيبه شفته وحطيت ايدك على كتفه؟ ده حبيبي كده. بص دي مع عم ابراهيم وفؤاد. بص دي بقى مع عمهم كلهم، الدكتور يحيى الفخراني. يا ابن المحظوظه، الراجل ده انا عمري ما اشتغلت معاه، نفسي اشتغل معاه. امال فين صورتك مع دنيا الصياد؟ حطيت التليفون في جيبك ليه؟ مش متصور مع دنيا الصياد انا. مش متصور مع اللي شغال معاها؟ يا عم اقول لها عايز اصور معاك يا استاذه، تقلب عليا تتردي من الشغلانه عشان صوره؟ بلاها صوره. تعرف بقى ان هي اللي وعدتني ان اتصور معاها. وعدتك مره واحده كده؟ وهي اللي طلبت، قالت لي بقول لك انت شكلك مستقبلك كويس، انا اتصور معاك عشان ابقى افكرك بالصوره دي بعدين. هي اللي طلبت؟ امال ايه؟ ايوه الخبر وصل لها رغم. اوكي اقسم بالله العظيم يا عمجة، لو البلية لعبت معايا زي محمد رمضان عمري في حياتي ما انساه. انا عارف انك جدع يا ديزل يا عم. اوعى علينا يا ابن الوطية. ده انت بعتني لما شفت النجم. تعال يا عم بالقطر ده. يا هاني ما انا جديد. انا الديزل دوبلير محمد رمضان. انا دوبلير نصر. اكشن وحركات واتشقلب في الاخر مش عارف تسوق حته مكنه. يا عم روح. انا مش عارف اسوق حته مكنه يا ده، انا نازل من بطن امي بيها. الراجل بس ابن الكلب اللي مش عارف خرج منين. المهم الف سلام عليك. طب وكتاب الله خضتني عليك يا ديزل. والاستاذه دنيا الصياد بقى ايه مستكبره تيجي تسال عليا؟ بعتك انت؟ ده انا عامل الحادثه بسببها. ويا ابني انت مفيش بيني وبينك عيش وملح ولا ايه؟ انا محدش بعتني يا ديزل، انا جاي لك من نفسي. كمان انا فكرت تسال عليا ولا حتى هي اللي بعتك؟ الناس دي مش بني ادمين، الناس دي بتمثل انها بني ادمين في التمثيلات والافلام بس. تصدق وتؤمن بالله الحادثه دي كان المفروض ما تصيبش دراعك، كان المفروض تقطع لسانك المتبري منك ده. على فكره بقى
وكتاب الله الاستاذه دنيا دي بالذات غير اللي في الشغلانه دي خالص. ده لولا الضابط اللي كان عندها ده وكان عايز يتكلم معاها كان زمانها هنا قبل كمان. ضابط انا معاون اسم من بابا صاحبي. معاون اسم من بابا صاحبي؟ انا غلطان اني بتكلم معاك اصلا. يا ابني قول لي في ايه؟ فاكر البنت اللي كانت بتصور معانا دي؟ البنت اللي صورت معاك اول مشهد. وهي دي تتنسي. ماجده الجامده. اهي اتقتلت. كان في اي مشاكل او خلافات بينك وبين القتيله؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ماجده دي كانت زي اختي بالظبط. ليه؟ هو ايه ليه؟ سؤالي واضح. هل حضرتك بتعاملي كل الوجوه الجديده زي اخواتك؟ لو اه يبقى هايل. لو لا يبقى اشمعنى ماجده؟ عشان كانت بتفكرني بنفسي زمان. اول ما ابتديت في الشغلانه دي. خرجتي وراها امبارح ليه؟ وده بشهاده اللي موجودين في الحفله. هو في ايه؟ وانا متهمه ولا حاجه؟ جاوبي على قد السؤال من فضلك. شفتها متضايقه قمت وراها ما لحقتهاش رجعت تاني. يا ترى بقى الناس اللي هناك ما شهدتش بكده برضو؟ ماجده الجامده ماتت. ياد ده كان في سين بيننا يا عماد. وربنا كان زمانها جايه سكه دلوقتي. يلا ملهاش في الديزل نصيب. خلاص بقى يا عم ديزل ما يجوز عليها الا الرحمه. عندك حق الله يرحمها. الله يرحمها. بس وربنا حرام الجته دي تتنفخ وتفرقع ويرعى فيها الدود. ما خلاص بقى يا عم ماتت ماتت. بقول لك انا ما بحبش اللي قاطعني وانا بتكلم مش عشان دفعت لي حساب المستشفى تتامر عليا. يلا روح للي مشغلك عشان ما تستعوقكش. يا بقى كده؟ ماشي يا عم ديزل. انا غلطان لك سلام عليكم. يلا يا عم اتكل على الله. يا ند هتسيبني انا في الحاله دي؟ اسيب مين؟ ما الليله كلها رست على جزعه في الدراع، انت بتشتغلني؟ ياض القطانيه ناقحة عليا. ماشي. رجولة يا عمان. اغلب البعضهم هتنزل. ماجدة الجامدة ماتت. خلاص بقى. يعني هحط القطن. ابوس ايدك كفاية. يخلى سبيل المتهمة بضمان محل إقامتها. حضرتك تقدري تتفضلي دلوقتي. بس لو هتسافري لازم تبلغيني قبليها. اتفضلي. قتلتها ليه يا راغب؟ كان لازم تموت. ماجدة قالت اه وبعد كده قالت لا. واللي يقول اه بيعرف. لو قال لا بعد ما عرف يبقى بيلوي دراعي. وانا دراعي ما بتلويش. وسيادتك عارف بقى ان انا متهمة؟ وعامل حسابي. دنيا اطلعي خدي الدوش بتاعك وخدي حبيتين الزناكس واقرا لها الفاتحة ونام. وفري الدراما دي للسينما اللي انت بتعمليها. ايه اللي جايبك يا ديزل؟ ما عندكش شغل النهارده يعني؟ ايه يا عم تامر وانا جاي عزبة ابوك النجمه جدع اللي طلباني بالاسم. والله العظيم انت محدش يا ابني يعرفك غيرنا. خرب بيت غتتك انت اكيد انتاج. وربنا يا ابني طلباني بالاسم. اسال حتى اللبيسه بتاعتها. ماشي يا اخويا متصور جوه. طب اجري هات لي كوبايه جوافه باللبن على حسابها عشان خاطر النجمه. بس بقول لك ايه. ايه الواد عماد فين؟ تليفونه مقفول ومش واقف عند العربيه بره. عماد السواق الحكومه يا ابني جت خدته امبارح. تخيل طلع هو اللي هتنور ده كمان. خش ديزل. هما مش الغلابه لبعضهم برضو ولا ايه؟ عرفت تجيب زهرة بسرعة كده ازاي يا ديزل؟ اللي فاهمك انها رجولة غلطانة يا عماد. مش رجولة انك تشيل القضية مكانها. مكان مين؟ دنيا الصياد. دنيا الصياد ملهاش دعوة بأي حاجة بتحصل. امال بتشيلها مكان مين؟ أنا لا هي منك ولا من وكيل النيابة. عملت كده ليه يا عماد؟ نصيب. أنا ما كنتش عايز أقتلها. بس الشيطان شاطر. مين اللي اجبرك تعمل كده يا حمار؟ طلع موبايلك. افتح الفيس واعمل بحث على اسمه. عشان دول تربوا تربية كويسة
يدخلوا مدارس محترمه. لبسوا هدمه نظيفه بدل هدوم الوكاله اللي بلبسها لهم. وبعدين انا كده كده جدتي بتتاكل كل يوم. في ايه بقى لما اموت بدري شويه؟ بقى كله عشانه. انت مجنون؟ في حد ابوها تلاقي عيشه نظيفه في البلد دي؟ امهم هتاخدهم على ابعد حته فيك يا بلد. لحد ما تنسي. والعيال لما تسال امهم على ابوهم هتقول لهم ايه؟ هينسوا. مفيش حاجه ما بتتنسيش. الفلوس اللي لو اشتغلت العمر كله ما اعرف الم ربعها هتنسيهم. وهتحنن الدنيا عليهم. قول لاخوك لو مش بتشيلها مكان دنيا الصياد بتشيلها مكان مين؟ قول لي يا عماد. بالك على نفسك يا ديسل، ولو افتكرتني بقرا لي الفتحة. مساء الخير يا ست الكل. تعال يا ديسل، قالوا لي انك هنا من بدري، امال غطسان فين؟ والله استاذه كان عليا الظهر رحت الجامع لقيته لسه ما ادانش، فقلت قايل شويه صحيت بعد العصر. وصليته؟ لا، اصل النوم بنقض الوضوء، فقلت اصليهم الاثنين قضى ان شاء الله. اها، وحد يعمل اللي انت عملته ده؟ معلش يا استاذه بقى، بحب حضرتك. قصدي انا بحب اعمال حضرتك واحفظها كلها والله. طب خد دول. ايه دول يا استاذه؟ دي حاجة بسيطة عشان خاطر العلاج. شيل فلوسك يا استاذة بعد اذنك. يا استاذة انت ما صدقتي. الله، دي كده عزومة مراكباية. لا والله يا ابني، والله العظيم ملوش لزوم. في مثل بيقول علمنا اصطاد وما تدينيش سمكة، وانا يعني شغلانة الدوبلير دي يعني مش جايبة همها على الاخر يا استاذة. يوم وعشرة لا. فالخدمة اللي سيادتك ممكن تخدمها لي انك تشوفي لي شغلانة ثابتة تبقى عملت معايا فوق الصح. ادخل. مساء الخير يا استاذه. معلش الواد السواق اللي انا كنت واعد حضرتك بيه اشتغل مع ناس ثانيه ومرتاح معاهم، فاستاذن حضرتك بس معلش يومين بالعدد مفيش اكتر منهم، وهكون جايب لحضرتك سواق تاني غيره. ماشي يا تامر، شكرا. تحت امرك يا استاذه. لا اله الا الله وعز الجلال. تلا استاذ امي على طول تقول عليا انت مولود في بورنوس ومرزق. يعني سيادتك بتدور على سواق وانا واقف قدامك؟ وانت بتعرف تسوق؟ بعرف اسوق يا استاذه. حضرتك شفت فيلم السرعه والغضب؟ ايه السرعه والغضب ده؟ السرعه والغضب يا استاذه بتاع فان ديزل والصخره، فيلم فاست اند فلوريست في الرياسه. فاست يا استاذه؟ لا ما شفتوش. لا وانا لسه ما شفتوش، هنشوفه سوا ان شاء الله. استاذه انا في ممكن اروح اسكندريه مرشدير، معايا رخصه درجه اولى. هستلم الشغل امتى؟ لا والله. انا عايز اقتصد في الفيلم. الظهر اللي انا عرضتها زياده عن اللزوم. كده احنا خلصنا الجزء السابع من فاست اند فلوريست، ندخل بقى في الجزء الثامن من فاست اند كاتافاست. لا يا عم كفايه والله العظيم، انا مصدقاك، انا ده بقى هشوف في السينما. طب بما يرضي الله بامانه ربنا، عمرك شفت الركنه دي في فيلم امريكاني؟ ركنه ايه يا ديزل؟ ده انت كنت هتموتنا. هموتك بعد الشر عليك يا استاذه، بالعكس انا السواقه دي كلها عشان اطمن حضرتك. لا الله يطمنك. والله ضحكتني وانا ماليش نفسي اضحك. الاستاذه دنيا الصياد ملهاش نفس تضحك. امال مين اللي هيبقى ليه نفس يضحك يا استاذه؟ اشمعنى؟ على اللهم لا حسد